شربت من أبوها حب الفن، ولما كبرت قالت له لو عايز تشتغل معايا استحملني. دخلت الفن بالواسطة ورفضت تمثل أو تتجوز. كلامي هنا عن زينة بنت الفنان أشرف عبد الباقي، اللي هي الوحيدة من وسط إخواتها البنات اللي حبت تكون في الوسط الفني. هل دخلت الفن بالواسطة؟ إزاي ردت على الاتهامات دي؟ ليه رفضت تتجوز واللي اشتغلت ورا الكاميرا مش في التمثيل؟ إزاي أبوها رباها وإخواتها على حب الفن من صغرهم؟ حكايات وأسرار كتير عن المخرجة زينة أشرف عبد الباقي هتعرفوها معايا في الفيديو ده. كان بيجيب فيلم أبيض وأسود كل يوم جمعة في الأسبوع، ولما يتفرجوا يتناقشوا في الفيلم وكل واحدة تقول استفادت إيه، ومن هنا شربت حب الفن. بس إخواتها البنات اختاروا مجالات مختلفة، الكبيرة اتخرجت واشتغلت في مجال الطبخ، والوسطانية اتخرجت واشتغلت في مجال الرسم وديكور، وزينة آخر العنقود والوحيدة اللي هتكمل مسيرة أبوها. بدأت حياتها في الوسط جوه التصوير، عملت أفلام قصيرة وانضمت لأكاديميات سينمائية بتدرس الإخراج علشان تكون في يوم من الأيام مخرجة. لا وكمان عملت أول فيلم سينما ليها الفترة اللي فاتت، وخلصت التصوير يوم 1 أكتوبر اللي فات، وده يبقى يوم عيد ميلادها. رفضت تشتغل ممثلة مع إن وشها حلو ومقبول قدام الكاميرا، بس هي بتحب الشغل ورا الكاميرا ومش هتمثل في يوم من الأيام. أبوها حطها على الطريق وخدها معاه مهرجان الجونة السينمائي، وده في دورته الخامسة من سنتين، ومن يومها بدأت تنطلق. فيلمها الجديد اسمه مين يصدق، وشارك في البطولة أبوها الفنان أشرف عبد الباقي. الجيل الجديد ده من المخرجين الشباب عنده حلم مصدقه وعاوز يسيطر على الكرو، وزينة تبقى واحدة منهم فعلا، لدرجة إنها قالت أنا شخصيتي صعبة وقوية وبابا حد جميل، ولو في يوم قرر يشتغل ممثل تحت إيدي وأنا المخرجة بتاعت الفيلم يبقى لازم يستحملني. وده اللي حصل في مين يصدق. اللي يشوف زينة ويتابعها من بدايتها وإنها بنت أشرف عبد الباقي طبيعي هتكون دخلت الفن بالواسطة. المفاجأة بقى إن زينة نفسها مش عاوزة تنكر ده، ولا في يوم من الأيام هتقول ما حصلش. كان ردها إن أبوها وطبيعي يساعدها، وشرف ليها إن باباها أشرف عبد الباقي يحطها على الطريق ويساعدها في مشوارها، واللي يقول واسطة يقول. زينة عبد الباقي زي ما هي رافضة التمثيل وهتشتغل ورا الكاميرا اختارت تكون مخرجة. هي برضو رافضة الجواز دلوقتي خالص ومأجلة كل حاجة علشان هي لسه صغيرة أصلا، وكمان بتقول إن عندها حلم في شغلها لازم تحققه وتوصل للي هي عايزاه. زينة عبد الباقي ملهاش في السوشيال ميديا، ولسه عاملة حساب جديد على انستجرام ونشرت عليه صور من انتهاء تصوير أول فيلم ليها مين يصدق، وده كان يوم عيد ميلادها 1 أكتوبر اللي كمان احتفلوا بيها بالتصوير. بيتابعها 15,000 متابع ومستنية تكبر شغلها وتكبر حسابها وتتابع عليه شغلها. شريف منير اللي شارك معاها في الفيلم دعمها ونشر صور وطلب الجمهور يدعمها وقال عنها مخرجة واعدة.